السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شهوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا كيف كتشوفوا أملو بالشوكولات، تيجي لذيذ بزاف، ونوجدوه لوليداتنا في الدار بطريقة جد بسيطة وسهلة وغير مكلف. هنا فيه رابعة ديال الكاوكاو اللي محمراه، كيف غتشوفوا كيبان لكم النص محمر بحال هكا شهب، والنص عادي. علاش انا شريت تقريبا 125 غرام ديال الكاوكاو من عند مول الزريعه لانه كيكون بهذا اللون، و 125 غرام الاخرى حمرتها في الدار. هذا هو الفرق، مهم كاوكاو يكون محمر ويبقى بالقشره ديالو. غادي نحتاجو جوج باكيات ديال ماروخه، هذا ماروخه اللي هو الشوكولاته باللوز، غنحتاجو منه جوج باكيات. وغادي نحتاجو جوج كيسان عنبه ديال زيت الزيتون. غادي ناخذ الخلاط كهربائي، غادي نطحن فيه هذا الكاوكاو هو الاول، وعاد غادي نزيد باقي المواد. هنا كيف كتشوفوا خديت الكاوكاو وطحنته بوحدو شويه في الاله ديال الكهربائيه، ودابا غادي نديرو في الخلاط الكهربائي. وغادي نضيف ليه، غادي نعبر جوج كيسان عنبه، هي 150، هي 300 مليلتر ديال زيت الزيتون. غادي نعبرها، هنا عبرت هذيك 150 مليلتر كيف كتشوفوا ديال زيت 300 مليلتر ديال زيت الزيتون. غادي نفرغها على الكاوكاو وغادي نديرها في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنها مزيان. من بعد ما يتخلط لينا عاد غادي نضيف هذاك الشوكولات بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. ما كنديروش السكر لان الشوكولاته حلو. هنا كيف كتشوفوا ها هو كيتخلط لينا، دابا غنبدا نضيف الطراف ديال الشوكولاته واحد بواحد وحنا كنخلطو، غنبقى حتى نكمل الكميه كامله. هنا املو ديالنا ملي تخلط مزيان هانتو كي كيجي، هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نفرغو واحد القنينه اللي غادي نخليه فيها، هانتو كي كيجي. وهذا هو املو ديالنا، نتمنى تجربوه للوليدات، يعني مزيج ما بين الشوكولاط والكاوكاو. هو غتقولوا املو هو اللوز هو ارغان هو العسل الحر، لكن راه بزاف ما عندهمش هاد المكونات، ما كيتوفروش عليها وخصوصا زيت ارغان. ان شاء الله غادي نبدا نعطيكم وصفات بحال هكا للاطفال، حنا مقبلين على ما بقى للمدرسه والو. هذا هو القوام ديال املو ديالنا بحال هكا تيجي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائده. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.